وصلت معارض أهلا رمضان في محافظة دمياط استقبال المواطنين لشراء السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة، وتتضمن المعارض في دمياط تخفيضات تصل إلى 25% وبمشاركة حوالي 50 عارضا. ويضم المعرض جميع السلع الغذائية والأساسية ومستلزمات شهر رمضان المعظم، بالإضافة إلى منافذ لبيع اللحوم والدواجن. كله 100 100، يعني الاسعار حلوه كويسه تمام، وانا عاوز الناس كلها تيجي تشتري من هنا لان الاسعار كلها في متناول الجميع تمام، والاسعار 100 100 تمام. برضه اشتريت منه السلع اللي فيه والاسعار كويسه عن السوق كتير جدا جدا وكويسه والحمد لله، والاسعار هنا ممتازه ودرجه اولى وحاجات حلوه واقل من السوق بكتير جدا. هنا بسم الله ما شاء الله الاسعار جميله قوي، والحاجه ببلاش هنا معرض اهلا رمضان، الاسعار مخفضه جدا. الحاجة أم 10 هنا بـ7 والحاجة أم 15 بـ10، يعني أسعار 100 100 يعني والحمد لله.